جبال الألب ساحرة، صعود نحو القمة فوق الثلج النقي. داني أرنولد وصديقه من متسلقي الجبال المتمرسين يبحثان عن تحد هائل. إنهما يتسلقان جبل بيتسبالو قرابة 4000 متر فوق سطح البحر. تطرق بفأسك وتسمع التوتر، صوت تصادم وهساسة أثناء تكسر كتل الجليد وإزاحتها. إنه أمر رائع، لكن عدداً متزايداً من العلماء يقولون إن مثل هذه المغامرات قد تصبح مستحيلة قريباً، حيث تؤدي الحرارة العالية إلى ذوبان الأنهار الجليدية. قبل 10 سنوات كانت أيام الشتاء المتاحة للتسلق أكثر بكثير مقارنة بالوقت الحالي. خلال مجموعة من الرحلات إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا على مدار السنوات القليلة الماضية، قمنا برصد تأثير تغير المناخ، فيضانات وأمطار غزيرة وحالات جفاف مدمرة والتهديد المشؤوم لذوبان الجليد الدائم. لكن الأمل لم ينضع بفضل عدد غير مسبوق من الأشخاص الذين يعملون على مكافحة تغير المناخ، من الباحثين في جميع أنحاء العالم إلى قادة الصناعات والمجتمع الدولي للأمم المتحدة. ربما تكون هذه الجهود متأخرة في مناطق معينة، فجبالنا على سبيل المثال تشهد تناقصاً مستمراً في الثلوج والجليد والأنهار الجليدية. ستصبح جبال الألب الأوروبية كما نعرفها مجرد ذكرى قريباً. نحن نعيش في أوقات حرجة، وإذا لم نفعل شيئاً رغم التحذيرات سنجد أنفسنا على شفا عصر الاحترار العالمي من صنع الإنسان. تعد المناطق الأكثر برودة في العالم من بين النقاط الساخنة القصوى للتغير المناخي، القطب الشمالي والقطب الجنوبي وألاسكا ومناطق التربة الصقيعية الشاسعة في روسيا. تخصص نيكيتا زيموف في علم الرياضيات، لكن ما لاحظه هنا في أقصى شرق روسيا دفعه إلى تغيير مساره وتحول إلى ناشط مناخي. كرس حياته الآن للحفاظ على طبقة التربة المتجمدة تحت سطح الأرض. هنا بالقرب من ضفاف نهر كوليما في جمهورية ساخا في سيبيريا، يجمع الأدلة على أن التربة الصقيعية لم تعد ثابتة بشكل دائم، فدرجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 3 درجات مئوية، مما تسبب في ذوبان الطبقة العليا من الجليد وظهور عدد متزايد من الأحافير النادرة. هذه ساق حيوان الماموث، ليست الأكبر حجماً، وآثرنا على الكثير منها هنا. في كل كيلومتر مربع كان يعيش ماموث واحد قبل 40,000 سنة، والآن في المتوسط هنا على هذا الكيلومتر المربع يوجد حوالي 600 هيكل عظمي، ونكتشف المزيد من حين لآخر. في كل مكان تنظرون إليه تنزلق منحدرات التل إلى النهر نتيجة ذوبان التربة الصقيعية. أطلق زيموف على النباتات المتأثرة بهذا الاسم الزومبي، نظراً لأن التربة التي تنمو فيها كانت في حالة تجمد لمدة 40,000 عام، وبالتالي فهي خالية من الحياة، وقريباً ستختفي هذه النباتات مرة أخرى في الماء. ما يحدث الآن هنا على ضفة هذا النهر وقريباً في أجزاء كبيرة من روسيا قد يؤدي إلى تغيرات جذرية في المناخ. كمية الكتلة الحيوية الكامنة في التربة الصقيعية هائلة، ومع تسرب ثاني أكسيد الكربون والميثان المتراكم في الأرض إلى الغلاف الجوي، فإن وتيرة تغير المناخ ستزداد بشكل كبير.
هذه جذور الأعشاب التي نمت هنا قبل حوالي 40,000 سنة، والمشكلة فيها أنها مخزن ضخم للكربون. خذ كل هذه الجذور الصغيرة وضعها على جانب واحد من الميزان، وعلى الجانب الآخر من الميزان ضع كل الغطاء النباتي للكوكب، وسترى أن هذه الجذور الصغيرة كانت تزن أكثر. وإن بدأت التربة الصقيعية في التدهور في كل مكان، فسيصبح كل هذا متاحاً للميكروبات لتتغذى، وسوف تتحول قريباً إلى غازات دفيئة، ثاني أكسيد الكربون والميثان. هذا جليد، جليد نقي، وأنت ترى حين يذوب هذا الجليد يختلط الماء بهذه التربة مشكلا بركة وحل تتدفق على هذا المنحدر. يحدث التدهور هنا بسرعة كبيرة، لذلك فهو مزيج من الاثنين، الكثير من الكربون والكثير من الجليد، وهذا سوف يعطيك قنبلة كربونية خطيرة للغاية. إنها دائرة شيطانية يطلق فيها الاحتباس الحراري المزيد من الغازات الدفيئة، ما يؤدي إلى ارتفاع أكثر لدرجات الحرارة، لذلك علينا الآن خفض الانبعاثات. في ألمانيا يمثل الوضع تحدياً إضافياً. محطة بروكدورف النووية لتوليد الكهرباء أغلقت في نهاية عام 2021 ضمن خطة التخلص التدريجي من الطاقة النووية. لا يزال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يجري على نطاق ضيق للغاية. في المقابل يزداد الاعتماد على الفحم والنفط والغاز، مما يعني المزيد من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز بدلاً من التقليل منها. تشير الإحصائيات الواقعية إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم مستمرة في الارتفاع. عام 2020 حين بدأت جائحة كورونا شهدت الانبعاثات انخفاضا طفيفا، لكن إن فشلنا في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030 فسننظر إلى رقم قد يصل إلى 55 مليار طن، وبحلول نهاية القرن ستسخن الأرض 3 درجات تقريبا مع تداعيات هائلة. يتطلب منع هذا السيناريو منا انبعاثات لا تتجاوز 25 جيجا طن كحد أقصى في الغلاف الجوي بحلول عام 2030، وهذا يعني خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وجميع الغازات الدفيئة بنسبة 50%. لأكثر من عقدين من الزمن حتى الآن كان البروفيسور نيكلاس هونا يتتبع السياسات البيئية لأكبر الدول المسببة للانبعاثات، وهي مهمة أدت إلى إحباط متزايد على مر السنين. هناك علامات على انعكاس طفيف في أن المجتمع الدولي أصبح جاداً بالفعل بشأن التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز. فقد تم التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، لكننا نرى الآن عدداً متزايداً من البلدان تضع لنفسها هدفاً لتصبح محايدة مناخياً عن طريق خفض الانبعاثات إلى الصفر. قسم العلماء في معهد المناخ الجديد في مدينة كولونيا الألمانية التدابير المطلوبة إلى 3 فئات. الفئة الأولى هي الفئة الأكثر تفاؤلاً مع وجود احتمالية عالية جداً لتحقيق الأهداف المناخية بما فيها زيادة كبيرة في الطاقات المتجددة. يقول الخبراء إن هذا سيتطلب توفيراً في الانبعاثات بمقدار 30 جيجا طن بحلول عام 2030. لتوضيح ما يستلزمه ذلك سنستخدم ملعب كرة قدم كنموذج مصغر، أليانز أرينا، ملعب نادي بايرن ميونخ. تتم كسوة أرضية الملعب بعشب جديد مرة واحدة في السنة. مهمة أولئك الذين يحاولون إنقاذ المناخ هي التأكد من أن كل شيء أخضر. تتمثل المهمة الحالية في تغطية الملعب بالكامل من أجل إزالة تلك 30 جيجا طن فعلياً، فهل هذا ممكن؟ والآن إلى أصل المشكلة. تنعم النرويج بوفرة من البحيرات والخلال البحرية والأنهار والجداول، مصدر طاقة لا ينضب تقريباً للمجتمع إن قمنا بتخزين هذا المصدر في الخزانات كما يفعل النرويجيون.
هنا في محطة تونستاد لتوليد الطاقة جنوب النرويج، يفتح غوت يورم البوابة إلى عالم آخر داخل منحدر تل صخري. سيوضح لنا كيف تمكنت الدولة من إنتاج طاقة أكثر مما تستهلك بمساعدة 1600 منشأة كهربائية. تولد محطة تونستاد وحدها طاقة كهربائية تكفي لسد حاجة منازل مدينة يقطنها 1.5 مليون نسمة. مياهها موجودة على عمق 440 متراً. تبلغ الساعة القصوى 320 ميجاوات، أي 100 ضعف ما تولده توربينات الرياح العادية. إنها واحدة من أكبر المحطات في النرويج. وأين تذهب كل هذه الطاقة الفائضة؟ تذهب أولاً إلى هذه المحطة الفرعية التي لا تبعد كثيراً عن المحطة الرئيسية، ومن هناك تذهب إلى ألمانيا عبر كابل تحت سطح البحر يمكن كلا البلدين من نقل أو تلقي طاقة نظيفة وخضراء حسب ما تتطلبه الظروف. حين يكون هناك طاقة رياح زائدة على حاجة ألمانيا، يمكنهم إرسالها إلينا في النرويج، ويمكننا نحن إيقاف أجهزتنا الخاصة وتوفير طاقة المياه للمستقبل. وحين لا تهب الرياح في ألمانيا، يمكننا إنتاج الطاقة نحن وإرسالها إليهم مرة أخرى. لذلك نعمل معاً للحصول على أفضل النتائج. تم ربط خط الطاقة المباشر بين النرويج الغنية بالمياه وألمانيا الغنية بالرياح في مايو عام 2021. يمتد كابل نوردلينك بين تونستاد، حيث يكون لخطوط الطاقة أزيز مسموع، إلى مدينة فيلستر شمال ألمانيا، حيث يكون صوت الطاقة البالغ حجمها 1400 ميجاوات أقرب للطنين. من الناحية النظرية سينجح هذا التوازن بين الإنتاج والطلب داخل ألمانيا أيضاً، لولا اعتراضات قانونية تؤخر مشروع تمديد خط زودلينك المزمع إلى جنوب البلاد. ونتيجة لذلك أدت الرياح العاتية في الشمال في كثير من الأحيان إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك واضطرار التوربينات إلى الإغلاق المؤقت، إهدار للطاقة مع كهرباء خضراء قيمة تذهب أدراج الرياح. لكن مع خط نوردلينك لا إسراف. ما نقوم به هنا هو ربط طاقة الرياح الألمانية بالطاقة الكهربائية النرويجية. نجعل نظام في هذه العملية أكثر قوة وننتفع من فوائد كلا مصدري الطاقة. نوردلينك مشروع نموذجي أوروبي ودعامة للتحول في الطاقة في ألمانيا وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة حتى لو كان مجرد خطوة أولى. كان التحول حتى الآن يدور في الغالب حول الكهرباء. لدينا الآن 50% من مصادر الطاقة المتجددة في شبكتنا، لكنها لا تشكل سوى 10% من إجمالي احتياجات الطاقة. لذلك علينا تغطية 90% المتبقية على مدار الأعوام 25 القادمة. حان الوقت للإسراع. بالعودة إلى تخفيض غازات الدفيئة المطلوب بحلول عام 2030، ما الذي تشتمل عليه فئة التدابير الأولى والأقل صعوبة، وكيف يمكنها المساعدة؟ زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وخفض الطاقة المعتمدة على الفحم في الصين وخفض الانبعاثات في الهند وخفض غازات الدفيئة المفلورة. هذه إجراءات بسيطة نسبياً يمكن تنفيذها بسرعة وتؤدي معاً إلى خفض بمقدار حوالي 3.7 جيجاتون. يظهر ملعب كرة القدم لدينا أول بقع خضراء، انخفاض بمقدار 3.7 جيجاتون في غازات الاحتباس الحراري يمثل 12% من 30 جيجاتون التي يجب التخلص منها بحلول عام 2030. عدم المساواة والظلم على الصعيد العالمي يتفاقمان بسبب آثار التغير المناخي المنتشرة في كل مكان. فبينما يستمر النصف الشمالي الغني من الكرة الأرضية في تلويث الهواء، فإن أولئك الذين يتحملون العبء موجودون بشكل أساسي في الجنوب، معظمهم حول خط الاستواء في بلدان مثل إندونيسيا. تدعى هذه القرية الصغيرة الواقعة على المحيط الهندي بانتاي بهاجيا. أدى ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى غرق القرية التي يعني اسمها الشاطئ السعيد، وهذا خلال موسم الجفاف. تم إخراج أكثر من نصف الأطفال هنا من المدرسة بالفعل، حيث يقول الأهالي إن الرطوبة والرائحة الكريهة في الفصول الدراسية غير مقبولة. كان المدرس موس جيادي رحمة الله هو نفسه طالباً في هذه المدرسة الابتدائية، ويبذل قصارى جهده الآن للتغلب على الظروف الجوية الصعبة بدروسه. يحدثنا عن المرة الأولى التي غمرت فيها المياه فصله الدراسي عام 2013.
إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا هنا. غالبا ما نضطر إلى إعادة التلاميذ إلى منازلهم، لأنه حين يأتي المد فإنهم يجلسون في الماء حتى أرجلهم. الفصول المنتظمة مستحيلة، مما يجعل المعلمين غير قادرين على مواكبة الجدول الزمني. يعتقد المعلم أن المدرسة بأكملها ستغرق في غضون 5 أو 6 سنوات، بعد ذلك لن يبقى أحد هنا. ولكن كيف سيكون العالم بعد 3 عقود من الآن في عام 2050؟ في ذلك الوقت ستكون أحوال الطقس الأكثر قسوة على الإطلاق، خاصة مع جزرنا البالغ عددها 17,000 جزيرة والكثير من السواحل التي سوف يلتهمها البحر. لذلك لن تكون الحياة كما هي هنا. سيكون هناك الكثير من الأمراض، ستكون هناك أوبئة، وسوف يضطرب النمو الاقتصادي للعالم كله بسبب الصراع الأفقي. الإنسان ضد أخيه الإنسان، كل يقاتل من أجل الغذاء والماء، ربما الهواء أيضاً. ستكون تلك هي الصورة المحزنة في عام 2050. حين يصبح من المستحيل عليهم العيش في أوطانهم، سيهجرها الناس ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة. الهجرة بسبب المناخ باتت موجودة بالفعل وقد بدأت للتو. ستصبح العديد من مناطق الأرض غير صالحة للسكن حرفياً، لأنها ستكون شديدة الحرارة أو نتيجة الفيضانات أو أن التربة غير صالحة للزراعة. نعاني اليوم لأننا نتحدث عن أناس يهاجرون بالملايين، ثم سنبدأ نتحدث عن أرقام بالمليارات. بحلول منتصف هذا القرن من المتوقع أن يفر ملايين الأشخاص من أوطانهم، ليس بسبب الحرب أو الصراع أو الاضطهاد، بل بسبب المناخ. يبدو أن العالم يتجه نحو مستقبل مقلق للغاية. ليست ألاسكا أو روسيا وحدهما فقط من يجب علينا الاستعداد لذوبان التربة الصقيعية وعدم تماسك التربة فيهما، فجبال الألب الأوروبية متضررة هي الأخرى. قام ميشائيل كراوت بلاتر خبير التربة الصقيعية من جامعة ميونخ التقنية بتشكيل فريق من العلماء لمشروع بحثي، ويقومون اليوم برحلة جوية لتفقد مكان مهم للغاية. بقعة الهبوط التي تم اختيارها على جبل هوخ فوغل على الحدود بين النمسا وألمانيا صغيرة جداً، بحيث لا تستطيع المروحية الهبوط على نحو سليم. فبجوار القمة مباشرة يوجد صدع يتسع بسرعة منذ عام 2014، مما زاد من مخاطر سقوط الصخور. يكشف المنظر من الأعلى عن المدى الكامل للخطر، حيث تهدد عدة مئات الآلاف من الأطنان من الصخور بالتهاوي إلى أسفل الوادي. يعد إجراء القياسات هنا على ارتفاع أقل بقليل من 2600 متر مهمة محفوفة بالمخاطر، ولا يمكن تصور ما قد يحدث إن انهار نصف الجبل. يبلغ الحجم الإجمالي لهذه الكتلة الصخرية 260 ألف متر مكعب، وهو رقم كبير. لقد تحركت 30 سنتيمتراً منذ أن بدأنا في أخذ القياسات عام 2014، ومعدل حركتها حالياً هو بضعة مليمترات في الشهر. التشوهات قوية جداً ويمكن أن تتغير بسرعة، بحيث لن يمر وقت طويل حتى تهوي بأكملها. من المحتمل حتى هذا العام أو العام المقبل. تبدأ الجبال بالانزلاق حين لا تعود التربة الصقيعية قادرة على الحفاظ على تماسكها، وليس هنا في أوروبا الوسطى وحسب. جبال الألب المثالية تنهار حرفياً، وتداعيات ذلك يعيشها سكان قرية بوندو جنوب شرق سويسرا. حان الوقت لكي تودع إلفيرا سالس المنزل الذي عاشت فيه منذ نعومة أظفارها، حيث يتم هدمه اليوم. حين أنظر إلى منزلي وهو يحتضر تدريجياً أشعر بالحزن، لكننا مستعدون لذلك. صيف عام 2017 أدى الانزلاق الأرضي الهائل الذي بدأ على جبل بيتس شينغالو إلى سقوط 3 ملايين متر مكعب من الصخور في الوادي.
فجأة سمعت هذا الضجيج الهائل، وحين نظرت إلى الجبل رأيت هذه القطعة الكبيرة من الصخور تتهاوى، بدت كالحمم البركانية لأنها كانت بطيئة للغاية وصامتة، مزيج من جليد وماء وتربة. سجلت هذه اللقطات بواسطة كاميرا مراقبة لورشة نجارة. أسفر الانهيار الأرضي عن مقتل 8 متسلقي جبال، كما تدمرت القرية جزئياً. الانهيار يمثل كارثة أخرى ناجمة عن تغير المناخ. كان ثمة منازل هنا، أما الآن فلم يعد هناك سوى كتلة من الصخور. دفن منزل إلفيرا ساليس تحت الأنقاض، وهو الآن في منطقة محظورة من القرية لا يسمح لأحد بالعيش فيها. اضطرت إلفيرا ساليس إلى مغادرة قريتها بعد الكارثة، ومنذ ذلك الحين تعيش مع ابنها في قرية مجاورة. ترينا صوراً لمنزل عائلتها المحبوب الذي يبلغ من العمر 345 عاماً، حيث اشتراه جدها الأكبر في القرن 19. في البداية شعرت بحزن عميق وبكيت كثيراً، لكنني كنت سعيدة جداً لتمكني من الحضور لحظة الهدم. فالأمر هو نفسه كما مع الناس، فأنت لا تدع الناس يموتون وحدهم، وأنا لم أرد لمنزلي أن يموت وحيداً. والخطر لم يزل بعد بالنسبة لسكان بوندو، حيث تهدد 3 ملايين متر مكعب أخرى من الصخور بالتهاوي على القرية من جبل بيتشينغالو في أي لحظة. تلخص لافتة ثبتت بجوار المنزل الوضع في بوندو والقرى المجاورة، تقول: الجبل مصاب بالحمى. لا يمكن مقارنة تأثير تغير المناخ على سيبيريا والشرق الأقصى لروسيا بالتغيرات في إفريقيا أو جنوب شرق آسيا، ولكن هنا أيضاً يتزايد عدد الأشخاص المعرضين للتهديد كل عام، وبالنسبة للمتضررين بشكل مباشر مثل أحد أصدقاء نيكيتا زيموف القدامى، فهذا يعني تدمير مصدر رزق آخر. يعيش ليونيد نيلتوف حياة منعزلة هنا منذ أكثر من 3 عقود، حيث تقع أقرب مدينة على بعد حوالي 80 كيلومتراً، وقد كان وضعه جيداً طوال تلك السنوات، حيث كان يمتهن الصيد محتكراً البحيرة الكبيرة خلف منزله مباشرة. ومن بين كافة أنواع الأسماك الموجودة في البحيرة، كانت السمكة البيضاء التي تشبه سمكة السالمون هي الأكثر إدراراً للربح، حيث يصل وزن السمكة إلى 15 كيلوغراماً، ويبيع الكيلوغرام بسعر أكثر من 5 يوروهات. لكن أيام الوفرة ولت الآن، لأن بحيرته لم تعد موجودة. كانت تمتد بطول 15 كيلومتراً، لكنها تقلصت إلى حفنة من البرك والمستنقعات. على مدى عقود ساهمت التربة الصقيعية في تجمد وترسخ سد طبيعي يفصل البحيرة عن النهر، لكن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ذوبان ما كان فيما مضى حاجزاً دائماً، ففي نهاية المطاف انهار السد. حدث الخرق قبل بضعة أسابيع فقط في صيف آخر حار بشكل غير عادي. إنها خسارة فادحة بالنسبة لي، ذهب الماء وجفت بحيرتي واختفت كل أسماكي، لقد كانت مصدر رزقي والآن فقدت كل شيء. طوال تلك السنوات 30 كنت خائفاً من حدوث شيء ما، ولهذا السبب بذلت قصارى جهدي لتدعيم السد بالشجيرات والجذوع، كنت أتمنى ألا يحدث ذلك بسرعة. لم يكن الصياد هو الوحيد الذي قلل من شأن وتيرة تغير المناخ. الآن ليس أمام الباحثين والحكومات والصناعة وقت يضيعونه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تعتبر صفقة الاتحاد الأوروبي الخضراء التي تم إطلاقها لجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 خطوة في الاتجاه الصحيح. في الماضي كانت إحدى الحجج الرئيسية ضد حماية المناخ في ألمانيا هي أن لا أحد آخر يفعل أي شيء، لكن هذه لم تعد حجة مقنعة بعد الآن، فقد أعلنت الصين الآن عن رغبتها في اتخاذ موقف محايد مناخياً والتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، وكذلك الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي تغطي هذه الدول جزءاً كبيراً من السوق العالمية، لذلك على بقية العالم أن ينضم إليها. لم يعد السؤال هو ما إذا كان يجدر بنا التخلص تدريجياً من الفحم والنفط والغاز، بل متى؟ كان بعض اللاعبين الرئيسيين في لعبة المناخ العالمي يماطلون، بما في ذلك ألمانيا في السنوات الأخيرة، لكن في الدول الديمقراطية أحياناً لا يتم تحديد السياسات في البرلمانات بل من قبل المحاكم. في أبريل عام 2021 تلقت الحكومة الألمانية صفعة حين أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد حكماً تاريخياً يطلب من المشرعين تحسين تدابير حماية المناخ بشكل كبير. في حكم تاريخي آخر في هولندا بعد شهر واحد فقط، أمرت إحدى المحاكم شركة شيل النفطية متعددة الجنسيات بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير، قضيتان من شأنهما أن تشكلا سابقة عالمية لمحاكم تعمل حارسة للسياسات البيئية، خطوة هامة على جبهة حماية المناخ في اللحظات الأخيرة. يشرع متسلق الجليد داني أرنولد في عملية هبوط محفوفة بالمخاطر اليوم في كانتون بيرن في سويسرا لاستكشاف نهر بلانمورت الجليدي من الداخل. في عمق هذا الصدع وجد تشكلات صخرية وجليدية مذهلة. لم يسبق لكثير من الناس أن جاءوا إلى هنا. يبلغ عمر الجليد آلاف السنين ولا يزال صلباً ومستقراً بما يكفي ليغرز داني فأسه فيه، مما مكنه من الوصول إلى القاع. إنه صعود حاد وخطير للخارج، تجربة فريدة لأسباب عديدة، لا سيما أنه قد لا يكون من الممكن القيام بذلك في المستقبل المنظور. يجعلك الأمر تفكر. إن أخذت بعين الاعتبار ما يقوله الباحثون من أن لا شيء من هذا سيظل موجوداً بعد 90 سنة من الآن، لا أنهاراً جليدية، هذا مأساوي للغاية، أليس كذلك؟ هذا نهر أليتش الجليدي، ويقع هو الآخر في جبال الألب السويسرية. يبلغ طوله 20 كيلومتراً ويصل سمكه في بعض الأجزاء إلى كيلومتر واحد تقريباً. قام غيوم جوفي من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ بدراسة هذه الأعجوبة الطبيعية الهائلة. هل سينجو هذا الوحش كما يسميه على الأقل؟ في المستقبل القريب لا يمكننا فعل أي شيء، لأن النهر الجليدي الآن يتفاعل مع التحول في المناخ، أي الزيادة في درجة الحرارة التي شاهدناها في التسعينيات. مهما حدث في المستقبل فيما يتعلق بالمناخ، سيستمر الجبل الجليدي في الانحسار بمقدار 5 كيلومترات على الأقل. وماذا سيحدث إن ارتفعت درجات الحرارة فعلياً بمقدار 4 درجات كما يتوقع الخبراء الآن؟ بحسب غيوم جوفي، فبحلول نهاية القرن سيكون نهر أليتش الجليدي قد اختفى تماماً تقريباً. إن صح هذا السيناريو المناخي فرضاً، فعندئذ سيكون هناك القليل من الجليد المتبقي هنا بحلول عام 2100. من الواضح أنه في هذا المشهد هنا لن يكون هناك أي جليد في نهاية القرن.
على مسافة بضعة كيلومترات في الأعلى نزور كوخا كونكورديا في جبال الألب. يدير الكوخ كريستوف ساجر وعائلته منذ بضع سنوات قليلة، وقد جاء إلى هنا اليوم لتهيئته لموسم الصيف. يمكنه أن يستوعب 155 نزيلاً من متنزهين ومتزلجين وعشاق الأنهار الجليدية من جميع أنحاء العالم. بفضل مناظره البانورامية يعد كوخ كونكورديا أحد أشهر النزل في جبال الألب في أوروبا. إنه أجمل مكان في العالم للعمل. أعرف أكواخ جبال الألب الأخرى الرائعة، لكن بالنسبة لي هذا هو المكان الأكثر روعة للعمل. لكن أليتش في خطر جسيم ويبدو أنه قاتل. ينزل كريستوف ساجر بضع خطوات قليلة أسفل الكوخ ليبين لنا الأعراض التي تشير إلى أن أكبر نهر جليدي في جبال الألب يحتضر. تم بناء الكوخ في الأصل على هذه البقعة عام 1877. في ذلك الوقت كان النهر الجليدي يصل تقريباً إلى المكان الذي نقف فيه الآن. ثم على مدار 140 عاماً ذاب كل شيء في الأسفل. لقد انحسر بمقدار حوالي 150 متراً. 150 متراً في 140 عاماً، أي بمعدل متر واحد في السنة. يذوب الجليد بوتيرة متزايدة، أحياناً بمقدار مترين وأحياناً أخرى بمقدار 3 أمتار في السنة. حتى أيام هذا النهر الجليدي العملاق باتت معدودة. من المحتمل أن يؤثر الاحترار العالمي المستمر على معظم البلدات والمدن في سيبيريا والشرق الأقصى لروسيا بعدد سكان يبلغ حوالي 25 مليون نسمة. ما مدى خطورة تأثير ذوبان التربة الصقيعية؟ سجلت قياسات الشبكة الأرضية العالمية للتربة الصقيعية في عام 1996 ذوبان التربة الصقيعية في الصيف إلى عمق 45 سنتيمتراً، وبحلول عام 2017 بلغ هذا الرقم 87 سنتيمتراً، أي الضعف خلال 20 عاماً فقط. يشكل هذا خطراً على كل من الناس والبنية التحتية، وتتأثر خطوط أنابيب التدفئة والغاز الطبيعي والنفط بشكل خاص، حيث قدرت منظمة السلام الأخضر أن حوالي 1% من النفط يفقد من خلال الشقوق والتسريبات ويتسرب إلى الأرض بسبب هبوط باطن الأرض. يتسرب هذا النفط البالغ قدره حوالي 5 ملايين طن كل عام إلى الأرض. ومن بين أولئك الذين شهدوا هذا التحول السريع سكان مدينة تشيرسكي في القطب الشمالي في جمهورية ساخا الروسية، فدرجات الحرارة ترتفع بلا هوادة، وقد بدأ الإسفلت في الشوارع بالتفسخ، كما تظهر العديد من المباني علامات على أن الأرض التي بنيت عليها لم تعد في غاية الصلابة وبدأت تنخسف. تعد تشيرسكي الواقعة على نهر كوليما أيضاً موطناً للعالم والناشط المناخي نيكيتا زيموف. على الرغم من انخفاض درجات الحرارة هنا إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء، إلا أن التآكل المستمر للتربة الصقيعية متواصل بلا هوادة. يتضح هذا بشكل خاص في محطة معالجة المياه السابقة. كجميع المباني هنا تم تشييدها على أعمدة عالية. مر عامان الآن منذ بدأت الأرض بالهبوط هنا، وقد بلغ عمق الحفرة 10 أمتار الآن. ب
بمجرد أن يبدأ الأمر يتسارع بوتيرة كبيرة. فحين كنا هنا قبل أسبوع كانت هاتان الصفيحتان من الأسفلت لا تزالان على السطح، والآن انفصلتا بالفعل، وهناك فتحة ضخمة تتسع تحت الأرض. هذا الجليد يتآكل وفي النهاية سينهار كل هذا. هذه العملية تنمو نوعا ما، ربما بمقدار سنتيمترات في اليوم، 10 سنتيمترات في يوم حار. لذلك لدينا منطقة تربة صقيعية خطيرة، والآن مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ترتفع درجة حرارة الأسفلت أيضا، ومع تدهور يبدو بهذا المنظر. لذلك من المحتمل أن تنهار كل البنية التحتية في العقود القليلة القادمة. ببذل قدر كبير من الجهد من الممكن بالتأكيد تأمين المباني الفردية، لكن فكرة إنقاذ شرق روسيا بالكامل تبدو وكأنها معركة خاسرة. العلامات الأولى للاحترار العالمي باتت ملموسة في كل مكان. وسط ألمانيا تكافح كيرستن فيتيان للحفاظ على الأراضي الرطبة الأخيرة المتبقية في منطقة مونسترلاند، فقد دمرت الزراعة المكثفة والتجفيف 95% من الأهوار في ألمانيا. تريد عالمة الأحياء والناشطة المناخية أن ترى هذه النظم البيئية الفريدة وقد عادت إليها المياه. كل شيء ينتهي به المطاف في مستنقع مرتفع مثل هذا محفوظ، فالظروف الحمضية وغياب الأكسجين يعنيان عدم وجود تدهور، وهذا ما يجعل المستنقعات ذات قيمة كبيرة لحماية المناخ، فهي تخزن كميات لا حصر لها من الكربون ولا تطلق أي منه. تنمو المستنقعات بمقدار مليمترا واحدا فقط في السنة. ظل مستنقع فينرمور يخزن كميات هائلة من الكربون على مدى 6000 عام. حين تتلامس تربته الخفية مع الأكسجين نتيجة للجفاف تصبح قنبلة كربونية على نحو مشابه للتربة الصقيعية الروسية. تغطي الأراضي الخثية 3% فقط من سطح الأرض، لكنها تحتوي على 30% من مخزون الكربون لدينا. نحن نتحدث على نطاق أنه إن تحلل كل شيء الآن ودخل الهواء على شكل ثاني أكسيد الكربون، فسنواجه مشكلة مناخية هائلة. في حين يصمم أبطال المناخ مثل كيرستن فيتيان على استعادة تلك الأراضي الخثية الثمينة، يتعرض بعض من آخر الجنان الطبيعية على هذا الكوكب لهجوم وحشي على نحو متزايد. كاليمانتان، الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو. يقع جزء كبير من الغابة هنا في المستنقعات والأراضي الرطبة. إزالة الغابات هنا تعني كارثة مضاعفة لثاني أكسيد الكربون. وتنتشر هنا ممارسات القطع والحرق. السبب الرئيسي للتدمير العشوائي هو طلبنا الهائل على زيت النخيل، حيث يتم استخدامه كمادة مضافة لوقود الديزل، ويوجد في عدد لا يحصى من المنتجات في محلات السوبر ماركت لدينا، في كل شيء من مستحضرات التجميل إلى زيت الطهي والحساء والحلوى. تعد إندونيسيا إلى حد بعيد أكبر مورد لزيت النخيل في العالم، وأرضها مغطاة بالمزارع على مد البصر. ومن بين هذه المزارع تلك التي يمتلكها محمد روجي. بدأ قبل بضع سنوات فقط بمساحة هكتارين، ثم مكنته الأرباح السريعة من شراء المزيد من الأراضي وزراعة المزيد من الأشجار. تمتد إمبراطوريته التجارية المتنامية الآن إلى 300 هكتار. هناك العديد من المحاصيل المعمرة، لكن لم أجد محاصيل تدر دخلاً أكثر من زيت النخيل. والمزيد من المال يعني المزيد من إزالة الغابات. على بعد حوالي 11,000 كيلومتر من بورنيو يعمل الباحثون على إيجاد مخرج. سلالات الطحالب والخميرة هي الأسلحة السرية في قسم أبحاث التكنولوجيا الحيوية الاصطناعية في جامعة ميونخ التقنية،
يمكن استخدامها لصنع كل شيء تقريباً، كما يخبرنا البروفيسور توماس بروك، فهي لبنات بناء قوية مكونة من الكربون والغذاء والوقود الحيوي وكذلك زيت النخيل الاصطناعي، وهو شيء من ابتكار العلم. وهناك طلب هائل من الصناعات على بديل زيت النخيل. يريد الباحثون الآن زيادة الإنتاج بسرعة من 1000 لتر إلى 10000 أو حتى 100000 لتر. قام بروك بمساعدة طالب دكتوراه لديه بفك شفرة سلالة من الخميرة تتمتع بخصائص فريدة، حيث يمكن لخلاياها تحويل 90% من كتلتها إلى زيت بجودة مماثلة لزيت نخيل الطبيعي. لدينا هذا الجزء السائل والجزء الصلب والذي يشبه زيت النخيل المنقى. الاختلاف الكبير هو أن عمليتنا مستقلة تماماً عن النشاط الزراعي والظروف المناخية. بالإضافة إلى ذلك، لسنا بحاجة إلى إزالة أي غابة مطيرة، بعكس إنتاج زيت النخيل على نطاق واسع. لذا فإن منتجنا مستدام بنسبة 100%، وهو منافس تجاري أيضاً لزيت النخيل المتوفر حالياً. بالعودة إلى إندونيسيا، تزن ثمار الأشجار التي تنتج الزيت الثمين ما يصل إلى 50 كيلوغراماً لكل حزمة، ويحصد المزارع محمد روجي ما يصل إلى 1000 طن شهرياً، ولا يوجد نقص في المشترين، يبدو أن الطلب لا يشبع. باحثو ميونخ لا يريدون تدمير الوظائف في إندونيسيا، هدفهم هو إقامة مختبرات على الأرض والتعاون مع المزارعين المحليين. كانت الاستجابة حتى الآن إيجابية بشكل مشجع. هذا اختراع جديد أسرع وأبسط من طريقة الزراعة لدينا ويحقق أرباحاً ضخمة. هناك العديد من المزايا من حيث الإنفاق والربحية والازدهار لجميع المعنيين. بالطبع سيهتم كل منتج لزيت النخيل بهذا. ما نقوم به هنا في ألمانيا له تأثير كبير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلدان الأخرى. نحن نستهلك الكثير من اللحوم المستوردة وزيت النخيل، وكل هذه الأنشطة تعني إزالة الغابات أو انبعاثات إضافية في مكان آخر، لذا فإن سلوكنا مهم. بالعودة إلى مثال الملعب والحساب النموذجي لتخفيضات غازات الاحتباس الحراري، نحن الآن في نهاية الفئة الثانية التي حددها خبراء المناخ. تقع تدابير الفئة الثانية في مجالات نعرف فيها بالفعل كيف تعمل، ولكنها تتطلب خطوة أخرى، مما يعني اتباع تلك التي تحرز تقدماً. أولاً، الإسراع في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ووقف إزالة الغابات وتوسيع القدرة على التنقل بوسائل كهربائية. إن تنفيذ كل ذلك سيوفر علينا 12 جيجا طن أخرى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إذن فقد أضيفت إلى تدابير الفئة الأولى تدابير متنوعة أخرى، حيث تضيف مجتمعة ما يصل إلى 12 جيجا طن أخرى، أي ما يقرب من نصف الرقم المستهدف. يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة كما رأينا في جبال الألب إلى نقص المياه. حتى المنتجعات الموجودة على ارتفاعات عالية تعتمد الآن في كثير من الأحيان على الثلج الاصطناعي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة لصنعه. تعتمد كل قرية في جبال الألب تقريباً على السياحة وبالتالي على الثلج، وإسعاد عشاق الرياضات الشتوية يحظى بالأولوية المطلقة. لابد أن يستمر العرض طالما كان ذلك ممكناً مهما كانت التكلفة. إن زيادة ندرة المياه القادمة من مصادر عالية الارتفاع هي نذير بالتصحر المحتمل في أجزاء من جبال الألب. المياه الناجمة عن الذوبان شحيحة بشكل خاص في بافاريا العليا. في الماضي كان لابد من خفض منسوب المياه في بحيرة فالشن عن عمد، فقد تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بسبب خطر الفيضانات من الكمية الهائلة من مياه الذوبان في الربيع. كان هناك الكثير من الجليد الذائب لدرجة أننا اضطررنا لإفساح المجال له في البحيرة، لكن لفترة الآن أصبحت كميته أقل بكثير، يمكن للبحيرة أن تستوعبه، لذلك لا نحتاج إلى خفض منسوب المياه. على مدى قرون
اعتمد المزارعون في جبال إنجادن في سويسرا على المياه الذائبة لري حقولهم، لكن المياه الذائبة أصبحت مورداً محدوداً. ريتو دونسر واحد من بين أولئك الذين يعتمدون الآن على مياه الأمطار. الآن في الصيف أصبح مرجه جافاً تماماً بسبب الطقس الجاف للغاية. كما ترون فهو جاف كالتبن، لا شيء ينمو هنا منذ مايو. لابد أن يكون العشب قد وصل حتى الركبة في هذا الوقت من العام، وستنزل الأبقار قريباً من المراعي الجبلية. ولا تزال أبقاره ترعى حتى الآن على ارتفاع 1900 متر، ولكن حتى الجبل جاف جداً هو الآخر. لا تحصل الأبقار على ما يكفي للشرب. في صيف عام 2018 جفت البئر التي تسقيها جيداً في المعتاد، كل قطرة ثمينة. يتفقد ريتو دونسر الأبقار بانتظام، فهو يخشى على مستقبل مرعاها في الألب. لدينا 90 بقرة وعجولها، والماء هنا لا يكفي حتى لعجل واحد. تتجمع الغيوم، يبدو أنها قد تمطر، لكن لا، إنه يوم آخر شديد الجفاف. على المزارع الاعتماد على مصدر بديل للمياه. حالياً هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان إمداد المراعي بالمياه. توصل المروحية 700 لتر في الرحلة الواحدة، وتستغرق عدة رحلات لملء البئر بتكلفة إجمالية تبلغ 1300 يورو. تكفي الكمية لأربعة إلى خمسة أيام فقط. لا توجد مياه كافية للحيوانات لتشربها ولا للمروج أسفل الوادي التي توفر علفاً للحيوانات في الشتاء. لن يكون لدينا علف حيواني كاف لفصل الشتاء القادم، لذا فإما أن نشتري بعضه وهو مكلف للغاية، أو أن نخفض عدد الماشية لدينا. اضطر ريتو دونسر إلى ذبح بعض حيواناته بالفعل. وهناك تغييرات عميقة تجري في أنحاء جبال الألب. هنا في النمسا تداوم فرق من المتخصصين على منع منحدرات التلال الجبلية من الانزلاق إلى الأسفل. تؤدي فترات الجفاف الطويلة والحرارة المفرطة في كثير من الأحيان إلى حرائق غابات مدمرة، كما يظهر هنا في منطقة بيدمونت الإيطالية. تغير في المناخ وأحياناً نقص في المياه، وأحياناً أخرى بشكل أكثر من اللازم. جزيرة جاوا الإندونيسية هي خير مثال على ذلك. تساعد غابات المناطق الجبلية على تخزين مياه الأمطار، لكنها تقع ضحية لقطع الأشجار بشكل متزايد، مما يترك مياه الأمطار تتدفق دون عوائق في الوديان، وأحياناً يجرف الماء كل شيء في طريقه. يعود تاريخ هذه اللقطات إلى عامي 2017 و18. يقدر الخبراء المحليون أنه بحلول منتصف القرن سيجبر تغير المناخ 40 مليون شخص على الفرار من ديارهم في إندونيسيا وحدها. مزارعون لن يعودوا قادرين على فلاحة حقولهم،
سكان الأحياء الفقيرة ستغرق أكواخهم ذات الأسطح المصنوعة من الصفيح في البحر، وأيضاً سكان المجتمعات الصغيرة مثل بانتاي بهاجيا. فبالنسبة لهم أيضاً إنها مسألة وقت فقط قبل أن يضطروا للفرار من ارتفاع منسوب المياه. هناك حوالي 1000 شخص مدفونون في مقبرة على حافة القرية التي يعني اسمها الشاطئ السعيد. البعض لن ينعم بالراحة الأبدية. ترتفع درجات الحرارة في كل مكان، والمناطق الحضرية ليست استثناءً، وذلك بسبب تزايد أجهزة تكييف الهواء في المنازل والمكاتب. وهنا يأتي دور خبراء من جامعة آخن التقنية. أحد مشاريعهم التجريبية هو هذا المطبخ. سرعان ما تظهر التكنولوجيا الموفرة للطاقة بمجرد أن تنظر حرفياً خلف الواجهة، حيث تم تغليف المبنى بأكمله بنسيج يبقي أشعة الشمس بعيداً. خطوة واحدة إلى الخلف وسيصبح غير مرئياً عملياً من الداخل. رؤية واضحة رغم واجهة النسيج. إنها تجربة آتت أكلها لمصممة المطبخ سوزانا أورلوفسكي. خفض تكاليف التبريد في الصيف يعني خفضاً بعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا مثال ممتاز، وإن كان على نطاق صغير جداً مع قدر معتدل من الزجاج، لكن مع ذلك يمكن لواجهة النسيج المحيطة بالمبنى أن توفر بمفردها حوالي 1.4 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في ضبط جو المبنى. لفترة من الزمن الآن لا تنسج آلات معهد التكنولوجيا المنسوجات بالجامعة الأقمشة العصرية وحسب، بل تستخدم كذلك منتجات مستدامة يمكن أن تساعد في الحفاظ على المناخ. البحوث التي تجري على الواجهات النسيجية مهمة متعددة التخصصات. فهنا في مساحة العمل المشتركة هذه في كنيسة سابقة في آخن، يعمل المهندسون المعماريون جنباً إلى جنب مع المهندسين المدنيين ومهندسي البيئة والمناخ، بل وحتى أطباء العيون. ونتائج جهودهم المشتركة واعدة للغاية. تتكون المباني الكلاسيكية من 80% من الزجاج، وهو شفاف بدرجة عالية أصلاً. ثم يمكننا توفير ما يصل إلى 78% من طاقة التبريد، وتوفير ما بين 60 إلى 65% من الاستهلاك الكلي للطاقة بوجود واجهة نسيجية إضافية. وقعه كوقع عالم الغد، لا بل وأحياناً يبدو كأنه هو أيضاً. في مرأب السيارات هذا في بيليفيلد تعمل الواجهات المبتكرة من آخن على تحسين البصمة المناخية للمبنى ومظهره الجمالي. نحن الآن في الفئة الثالثة والأخيرة من التخفيضات الممكنة لغازات الاحتباس الحراري التي اقترحها معهد المناخ الجديد في كولونيا، وهي تنطوي على إجراءات صعبة بشكل خاص وبالكاد تم تنفيذها حتى الآن، ومن بينها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تبريد المباني كما رأينا للتو، وكذلك خفض في الصناعة وفي الزراعة. الخبير الاقتصادي أوتمار إيدنهوفر، المدير المشارك لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، يرافقه زميله هيرمان لوتسي كامبن على اليمين. يريد الخبير الاقتصادي الزراعي أن يرى تخفيضات هائلة في قطاع الزراعة. في ألمانيا على سبيل المثال يستهلك الألمان ما معدله 1.2 كيلوغرام من اللحم أسبوعياً. خفض هذا الرقم إلى حوالي ربع معدل استهلاك اللحوم الحالي سيكون له عوائد هائلة. 300 جرام من اللحوم أسبوعياً تعادل ربع المعدل الحالي، أي أننا سنظل نتناول اللحوم بمعدل ربما مرة أو مرتين أسبوعياً، لكن هذا سيقطع شوطاً طويلاً في تخفيض الانبعاثات. وفقاً لخبير المناخ نيكلاس هونا، فإن تنفيذ كافة التدابير الثلاثة من الفئة الأخيرة من شأنه أن يخفض 3.3 جيجا طن إضافية، وبجمع تدابير كافة الفئات معاً يصبح مجموع قيمة التخفيض حوالي 20 جيجا طن، أي أقل من 30 جيجا طن المطلوبة. لذا قد يبدو أن الأمر قد انتهى رغم كل هذه الجهود، فما العمل الآن؟ إن وصلنا ذلك على أي حال فسنصل بحلول نهاية القرن إلى زيادة في درجة الحرارة أقل بقليل من 3 درجات مئوية. سيكون ذلك تغيراً مناخياً كارثياً وحالة لا يمكن السيطرة عليها.
قد يعني تنفيذ التدابير في الفئات الثلاث خفضاً بمقدار 20 جيجا طن بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجات بحلول نهاية القرن، في حين أن هذا للأسف لن يكون كافياً للوصول إلى درجة 1.5 درجات، إلا أنه لا زال تحسناً وخطوة مهمة إلى الأمام. هنا على طول مجرى نهر مايوبولا تظهر علامات اليأس في كل مكان. يحظى شمال الكاميرون بشهرين فقط من الأمطار سنوياً في أغسطس وسبتمبر، أما فيما تبقى من العام فيتعين على الناس المشي لمسافات طويلة للعثور على الماء أو الحفر عميقاً في باطن الأرض. يقول كبار السن الذين يعيشون هنا إن المياه كانت تتدفق بكثرة في نهر مايوبولا وإلى نهر لوغون قبل أن تصب في بحيرة تشاد، لكن تلك الأيام ولت بسبب التناقص المستمر في هطول الأمطار. تعاني الكاميرون من جفاف مدمر، شأنها في ذلك شأن تشاد المجاورة، فالبحيرة التي سميت تشاد تيمناً بها هي المصدر الطبيعي الوحيد للمياه في المنطقة. أمضى مشاوري موليرو من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة سنوات في التجوال في منطقة الساحل شمال إفريقيا. تحت ظل شجرة هشة المظهر يتحدث مع محمد إبراهيم. وهو راع يخبر الزائر عن المحنة الرهيبة التي عانت منها عائلته قبل وصوله أخيراً إلى بحيرة تشاد. تغير المناخ له تأثير كبير علينا نحن الرعاة. إن لم يعطل المطر فلن تنمو أي نباتات، ودون نباتات خضراء للأكل تموت حيواناتنا، لذا فإن الرعاة مثلي يتأثرون بشدة بهذا الأمر. من الجانب التشادي والجانب النيجيري والكاميروني والنيجري، جميع الناس يعتمدون على هذا المصدر. يمكنك أن تدرك أن هذه البحيرة فريدة من نوعها، إنها مجرد مياه عذبة داخل منطقة قاحلة. تعتمد الكثير من سبل العيش على بحيرة تشاد. إن اختفت البحيرة فستكون كارثة بيئية خطيرة، لأنه دون بحيرة تشاد بالكاد يمكنك الحديث عن بيئة صالحة للعيش في منطقة بحيرة تشاد. تنطلق المجموعة معاً لتفقد الماشية التي يرعاها ابن محمد إبراهيم الآن على بعد بضعة كيلومترات. على طول الطريق تمر قافلة صغيرة من السيارات عبر واحدة من المنخفضات الجافة التي لا حصر لها في الأرض، يبلغ تعدادها عشرات الآلاف، وقد كانت فيما مضى جزءاً من بحيرة تشاد، ولكن في غضون بضع سنوات فقط تقلصت البحيرة بمعدل يصعب تصوره. في عام 1963 كانت بحيرة تشاد تغطي مساحة 25,000 كيلومتر مربع. بحلول عام 2007 أصبحت مساحتها 2500 كيلومتر مربع فقط، أي أصغر بمقدار يفوق 90%، وهو تقلص لا يزال مستمراً. غادر ملايين الأشخاص في وسط إفريقيا بالفعل المنطقة القاحلة واتجهوا جنوباً، بينما يحاول البعض الذهاب شمالاً إلى أوروبا. لا زال ما يقرب من 40 مليون شخص يعيشون على ضفاف البحيرة المتلاشية. إن جفت بحيرة تشاد تماماً، فمن المحتمل أن يصبح أكثر من 50 مليون شخص لاجئين بسبب المناخ. محمد إبراهيم وعائلته الكبيرة يندرجون بالفعل في فئة المهاجرين البيئيين. كان لدي الكثير من الحيوانات، 60 إلى 70 رأساً، لكن لا يوجد ماء في أي مكان ولم يعد شيء ينمو الآن. نفقت جميع الجمال باستثناء 5. كنا في البداية في النيجر، ثم في نيجيريا، والآن نحن في تشاد. لكن الوضع ليس أفضل حالاً هنا أيضاً، وسنضطر قريباً إلى الانتقال إلى أي مكان لا يزال فيه ماء في الجنوب. جنوب.
لا تزال بحيرة تشاد مصدر حياة لملايين الناس، ولكن مع استمرار تقلصها أصبحت المياه مورداً نادراً وأكثر قيمة، وكذلك الأراضي الصالحة للزراعة والأسماك في البحيرة. مع تقلص بحيرة تشاد ستصبح المنافسة على هذه الموارد مريرة بشكل متزايد، وحتى في الوقت الراهن يعاني صيادو المنطقة من تضاؤل مخزون أسماك الشبوط والبياض النيلي والبلطي. لكن هناك مشاريع تبعث على الأمل، كما هو الحال هنا في السودان المجاور. شهدنا زيارة لإحدى منظمات التجارة العادلة المحلية من قبل شريكها الممول إيكوسيا، وهو محرك بحث صديق للبيئة على الإنترنت مقره في برلين. مسؤولة زراعة الأشجار كاترينا شبيتمان من المعجبين بالنهج المستدام الذي اتبعه مارتن بيركامب. تساعد منظمته غير الحكومية الصغيرة النساء في السودان على زراعة الأكاسيا منذ سنوات. يتم التحقق من الأرقام بانتظام، كم عدد الشتلات التي تم زرعها وكم نجا منها. زرعت 400 ألف شتلة عام 2021، وتمت مضاعفة العدد تقريباً عام 2022، وقد نجا 90% من الأشجار من الظروف، معجزة صغيرة. غالباً ما تضطر النساء إلى حمل الماء من أماكن بعيدة جداً في درجات حرارة تزيد على 40 درجة. يذهب نصف الماء لعائلاتهن والنصف الآخر لأشجارهن. يضم المشروع 400 امرأة في المجموع. تمتد جذور النباتات على عمق عشرات الأمتار لتصل إلى المياه الجوفية. إنها نباتات خبيرة في البقاء على قيد الحياة في بيئة معادية للغاية، كما أنها توفر منتجاً طبيعياً يحقق ربحاً معقولاً. يتمتع صنف الأكاسيا السنغالية بميزة كبيرة تتمثل في البدء بإنتاج الصمغ بعد عدد قليل من السنوات، وهذا الصمغ العربي يعني أن كل شجرة تساوي 4 أو 5 يوروهات، وهو رقم مرشح للارتفاع بمرور الوقت لأن الأشجار تنتج أكثر. أجزاء كبيرة من السودان جافة جداً، وغالباً ما يكون الغطاء النباتي شحيحاً أو منعدماً تماماً. لكن فجأة يتغير ذلك جذرياً مع وصولنا إلى قرية شجرة التي تضم حوالي 20,000 شجرة أكاسيا. غابة حقيقية من الأشجار زرعتها هنا نادية إبراهيم محمد بلا كلل على ما يبدو، وبمساعدة نساء محليات أخريات. توضح لنا كيفية عمل قطع في لحاء الأشجار ليخرج النسغ الذي يتصلب متحولاً للمادة الخام القيمة. يستخدم الصمغ العربي في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية بما فيها مشروب الكوكاكولا. نحن نستفيد من شجر حشاب، واحد كصمغ عربي، اثنين بثبت التربة، ثلاثة بمنع الزحف الصحراوي، أربعة حماية للبيئة، خمسة يعني أشجار هي صحراوية يعني صحراوية وليها ظل. شتلة واحدة في حد ذاتها لا تعني الكثير، لكن الأشجار الناشئة بالملايين تعني الأمل للسودان، وإن زاد الحجم إلى المليارات فيمكنها المساعدة حتى في التخفيف من مشكلتنا المناخية. تعرف نادية إبراهيم محمد ونساء محليات أخريات من قرية شجرة أهمية الأشجار في منطقة الساحل، فقد أصبح معظم أطفالهن الآن قادرين على الذهاب إلى المدرسة بفضل أرباح الصمغ الثمينة، وبشيء من الحظ سيظلون يحظون بمزيد من التعليم أو التدريب والعثور على وظيفة. قضى فريقنا 3 سنوات في السفر حول العالم للتحقيق في تغير المناخ. كان تركيزنا المباشر على العواقب المروعة للاحترار العالمي المتزايد، زيادة تواتر الكوارث الصغيرة والكبيرة، والتهديد المتزايد للناس على الأرض وما يرتبط به من ارتفاع معدلات الهجرة. تحدثنا أيضاً إلى أولئك الذين يكافحون تغير المناخ بلا كلل ويرفضون اعتباره قضية خاسرة، من بينهم كريستيان كرول مؤسس إيكوسيا. قد يصفه البعض بالمثالي، فقد حول شركته الناجحة إلى عملية غير ربحية،
منذ ذلك الحين بدلاً من أن يذهب أي دخل فائض إلى المستثمرين يتم تخصيصه للأشجار الجديدة. فمقابل كل 50 بحثاً على موقعها الإلكتروني التزمت شركة إيكوسيا بزراعة شتلة جديدة في واحدة من 35 دولة بشكل أساسي حول خط الاستواء. يبلغ عددها الآن أكثر من 175 مليوناً. سيكون من الرائع أن نتمكن كفريق من زراعة بضعة مليارات من الأشجار بحلول عام 2030. الشيء المهم حقاً هو أن تكون هناك إعادة تفكير كبيرة لدى المجتمع، ليس أن نتوقف عن ضخ ثاني أكسيد الكربون في الهواء وحسب، بل أن نفكر بجدية أيضاً في كيفية إصلاح ما دمرناه خلال العقود القليلة الماضية. في بعض الأحيان، حتى ولو نادراً، قد تعتقدون أن التغير المناخي والجدل المحيط به كان مجرد شبح عابر. فلنأخذ على سبيل المثال يناير عام 2018 حين بدأ أن الشتاء قد عاد أخيراً إلى ما كان عليه في السابق في غليشر 3000 في سويسرا. ظروف رائعة للتزلج والتزحلق على الجليد وثلج غض تماماً ومشغلو مصاعد تزلج سعداء وعائلات تقضي عطلاتها من جميع أنحاء العالم. قولوا تشيز. في ربيع عام 2018 كان المزاج العام مبتهجاً للغاية وبين العلماء أيضاً. يقوم فريق بقيادة خبير الأنهار الجليدية ماتياس هوس من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ بزيارة الجبال مرتين في السنة، مرة في الربيع ومرة أخرى في الخريف مع بداية الموسم التالي. يحققون في مقدار تساقط الثلوج الجديدة في الشتاء وسماكة الغطاء الثلجي فوق الجليد، فكلما زاد تساقط الثلوج كانت حالة النهر الجليدي أفضل. في هذا اليوم 25 من أبريل عام 2018 كان في حالة أفضل مما كان عليه لفترة طويلة. تساقطت الثلوج بكثافة أكثر من 5 أمتار في الشتاء. لقد قمنا بقياس المكافئ المائي للثلج في 7 أنهار جليدية في جميع أنحاء سويسرا. أظهرت أرقامنا أنه في عام 2018 كان الغطاء الثلجي أعلى بكثير من المتوسط. لم يكن الثلج في كل مكان في سويسرا بنفس العمق الذي كان عليه هنا، ولكن على ما يبدو أنه كان هناك ثلوج بما يصل إلى 50% أكثر من العام العادي. سيعود ماتياس هوس في الخريف ونحن أيضاً. على الجبهة الأكثر إشراقاً للتغير المناخي يقول الباحثون وأصحاب الرؤى وغيرهم ممن يفكرون خارج الصندوق إن فكرة القضاء والقدر ليست أفضل من الجهل الساذج الأعمى. قد تبدو بعض الأفكار من الجانب الخيالي أحلاماً وردية وأحياناً أخرى أعلى من الخيال. هذه الطائرة الورقية التي تم إطلاقها فوق الحدود الدنماركية الألمانية هي جزء من محاولة شركة سكاي سيلز ومقرها هامبورغ للاستفادة من طاقة الرياح، حيث تتوفر بكميات غير محدودة تقريباً بعيداً عن سطح الأرض. تسحب الطائرة الورقية حبلاً في الهواء على ارتفاع حوالي 700 متر مشغلة في هذه العملية مولداً كهربائياً، وفي نهاية الدورة يتم سحب الطائرة مرة أخرى إلى الأرض بأقل قدر من الطاقة لتبدأ الدورة من جديد. طاقة خضراء من الرياح وبوفرة. تمنحنا الرياح التي تهب على ارتفاعات كبيرة طاقة أكبر وإمدادات أكثر ثباتا من الرياح التي تكون قريبة من الأرض أو على ارتفاع مزرعة الرياح العادية. فبدلا من أن تبطئها الأشجار أو المباني أو الجبال يمكنها التحرك بحرية، ولهذا السبب لدينا إمكانات مادية أكبر بكثير للحصاد. ضعف سرعة الرياح و8 أضعاف إنتاجية الطاقة.
يعمل مشغلو الطائرات الورقية بأجهزة أصغر حجماً كهذه للاستعاضة عن مولدات الديزل الضارة بالمناخ، لكن هناك خطط لطائرة ورقية أكبر بكثير تنتج أكثر من ميجاوات واحد من الطاقة. هذه مناسبة للاستخدام بشكل خاص في البحر بعيداً عن الشاطئ في مزارع الرياح الكبيرة كمحطة طاقة كبيرة الحجم. يمكن تركيب هذه الطائرة الورقية على عوامة صغيرة دون الحاجة إلى أساسات باهظة الثمن. تمثل الطائرات الورقية التي صنعتها سكاي سيلز طريقة ساحرة لإنتاج المزيد من الطاقة الخضراء على المدى الطويل كأحد عناصر تحول الطاقة في ألمانيا في هذا العقد الحاسم. إنها إحدى الأفكار العديدة المتاخمة للخيال العلمي من الهندسة الجيولوجية، أي التدخل التقني على نطاق كوكبي. تشبه سحب السمحاق الموجودة على ارتفاعات عالية القبة التي تحبس تحتها الحرارة. إن قمنا بتدمير هذه السحب بالكيماويات، فقد تتسرب الحرارة من الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي، أو يمكننا بدلاً من ذلك إنتاج المزيد من السحب، ولكن على ارتفاعات منخفضة بواسطة توربينات موزعة على آلاف السفن، حيث تعمل الغيوم الناعمة كمظلة. من هنا تأخذ الأشياء أبعاداً هائلة، حيث توزع المكوكات الفضائية ثاني أكسيد الكبريت في طبقة ستراتوسفير. وكما يحدث عقب ثوران بركاني كبير، سيقوم الغبار بتبريد الأرض بعد ذلك. عوضاً عن الكبريت، يخطط حماة المناخ الآخرون لاستخدام تريليونات من الدروع المصغرة لحجب الشمس لتشكل مجتمعة مظلة عملاقة ثابتة. تعد الهندسة الجيولوجية المحمولة إلى السماء على نطاق غير مسبوق مفهوماً مكلفاً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر. يقول النقاد إن التلاعب بالغيوم على سبيل المثال قد يؤدي إلى اختلال تام في توازن المناخ في العالم، ولكن مع عدم وجود المزيد من الوقت على ما يبدو للانتقاء، فإن كل خيار يستحق أن يؤخذ في عين الاعتبار. تتمثل إحدى الأفكار في إزالة غازات الاحتباس الحراري الضارة من الغلاف الجوي، كما تحاول أن تفعل شركة كلايموركس في سويسرا. يقول الفريق إن عدم تحقيق المستهدف في الانبعاثات رغم ما تم خفضه منها فعلاً يتركنا أمام خيارات محدودة. بحلول عام 2050 تقريباً سيكون علينا إزالة حوالي 10 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام، وليس لدينا الكثير من الخيارات. هناك خيارات بيولوجية مثل إعادة التحريج أو إمكانية استخدام الآلات والتي من شأنها زيادة إزالة ثاني أكسيد الكربون بألف ضعف. تم إنشاء مشروع كلايموركس على أرض محطة توليد الطاقة لتحويل النفايات إلى طاقة، ذلك لأن تصفية غازات الدفيئة من الهواء عبر أجهزة التجميع الهائلة هذه تتطلب الكثير من الطاقة، ولكي يكون المفهوم منطقياً لابد أن تكون هذه الطاقة متجددة. يتم ترشيح جزيئات ثاني أكسيد الكربون من الهواء ثم تسييلها. مستهلكو الأطنان 900 المنتجة سنوياً كالدفيئة الزجاجية التجارية المجاورة ليسوا سوى قطرة في المحيط. تفكر كلايموركس في أبعاد مختلفة تماماً، عدة ملايين من الأطنان سنوياً، ولهذا السبب وقعت الشركة على اتفاقيات تعاونية مع خبراء الطاقة في النرويج على سبيل المثال. هذه منصة سلايبنر للتنقيب عن الغاز والنفط. يجري المشغلون النرويجيون للمنصة التجارب منذ ربع قرن على حقن ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض تحت قاع البحر، وهم يغامرون الآن بالدخول في بعد جديد. قريباً ستزور السفن الخاصة الموانئ الرئيسية في شمال أوروبا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون المسال بشكل أساسي من الصناعات الملوثة مثل إنتاج الصلب والإسمنت. من هناك سيتم نقل المواد إلى مدينة أوي غاردن الساحلية. ستكون هذه المحطة النهائية لمنشأة النرويج الجديدة لاستقبال ثاني أكسيد الكربون. يقول النقاد إنه سيكون من الأفضل منع الانبعاثات في المقام الأول بدلاً من جمعها بعد ذلك. ثم هناك حجة مفادها أن غازات الاحتباس الحراري يمكن أن تلحق الضرر بالنظم البيئية الحساسة تحت الماء. في النرويج نفسها هناك القليل من المعارضين، حيث وافق برلمان البلاد على الفكرة بأغلبية كبيرة، في حين أن الحكومة هي داعم قوي أيضاً لمشروع الضوء القطبي بولار لايت. ربما يكون جمع الكربون وتخزينه هو المفهوم الأكثر جدوى حالياً من عالم الهندسة الجيولوجية،
وفقاً للتقديرات الحالية، يمكن للجرف القاري النرويجي امتصاص 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وهي نفس كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا خلال 100 عام القادمة. من المقرر أن ترسو السفن الأولى هنا في يناير عام 2024. نحن الآن في محطة نورثرن لايتس لاستقبال الكربون. هذا هو المكان الذي سنتلقى فيه ثاني أكسيد الكربون من كل أوروبا. هذا هو الرصيف الذي سنأخذ فيه ثاني أكسيد الكربون وسترسو فيه السفن، وسوف نأخذ 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ونخزنه هنا مؤقتاً قبل ضخه في البحر وحقنه في خزان عميق تحت بحر الشمال. سيتم ضخ ثاني أكسيد الكربون السائل من أوي جاردن عبر خط أنابيب يبلغ طوله 100 كيلومتر، ثم سيتم حقنه في طبقة مسامية من الحجر الرملي على عمق 2600 متر تحت قاع البحر. طبقة من الصخر الزيتي بسمك 75 مترا ستمنع التسرب. رغم كل هذه الجهود، فمن غير المرجح أن تنجح في خفض إنتاجنا من غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى مقبول بحلول عام 2030. لذا فإن الخطة الإضافية تتمثل في امتصاص ثاني أكسيد الكربون بفعالية من الغلاف الجوي، وهي خطوة أساسية أيضاً في نظر اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. يبدو أن المخاطر يمكن السيطرة عليها. لدينا خبرة في باطن الأرض في بحر الشمال، حيث نقوم باستكشاف النفط والغاز هناك منذ 50 عاماً. نأخذ هذه التجربة والمعرفة حول الجيولوجيا ونطبقها الآن على تخزين ثاني أكسيد الكربون. لدينا خبراء في هذا المجال قاموا بتقييم ما تحت السطح، ويقولون إنه نتيجة الختم الأولي والثانوي الموجود لدينا ونتيجة الهياكل الجيولوجية، فإن هذا آمن تماماً. حتى لو نجح جمع غازات الدفيئة وتخزينها إلا أنه ليس حلاً سحرياً، فأي أمل واقعي يعتمد على مزيد من البحث والمزيد من الخفض في كل مكان؟ فهل هدف خفض حرارة الأرض بدرجة ونصف ما يزال ممكناً؟ أنا أشعر بخيبة أمل حقاً. إن تمكننا من تحقيق درجتين فيمكننا اعتبار أنفسنا من المحظوظين. لا يسعنا الاستسلام، علينا أن نحارب هذا وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل المستقبل ومن أجل أطفالنا. ستكون السنوات الخمس أو الست المقبلة حاسمة، علينا تسريع الوتيرة. يجب علينا الاستمرار لا محالة. المؤشرات على عصر الاحترار العالمي منتشرة في كل مكان، وكذلك الأفراد العازمون على اتخاذ إجراءات مهما كانت غير تقليدية. في أقصى شرقي روسيا، قام بطل المناخ نيكيتا زيموف بتسييج حوالي 20 كيلومتراً مربعاً من قطع الأرض الكبيرة التي اشتراها، حيث يخطط لتحقيق رؤيته لعالم أفضل وأبرد، مشروع بنسب ضخمة. يريد زيموف استخدام عدد كبير من الحيوانات لإنشاء نظام بيئي يتوافق مع ذلك الذي شوهد لآخر مرة في العصر الحديث الأقرب البليستوسيني. لديه بالفعل مئات الحيوانات التي ترعى هنا، من غزلان الرنة والثيران الأمريكية والخيول والأيائل وثيران المسك والأغنام، بل وحتى قطيع صغير من الياك البري. إن سار كل شيء كما هو مخطط له، فسيكون هناك في نهاية المطاف 5000 رأس من الحيوانات العاشبة هنا. يريد عالم البيئة المناخية خلق أعجوبة طبيعية في الشتاء، وقد شرعت حيواناته بذلك فعلاً، فحين تطأ بأقدامها على التلال الثلجية يمكن للبرودة أن تخترق التربة دون عوائق. يوضح لنا العالم كيف تعمل حديقة العصر البليستوسيني كما يطلق عليها في أعماق الأرض. فعلى مدار عدة أسابيع أنشأ شبكة من أنفاق التربة الصقيعية تعمل كمختبر علمي طويل. تظهر المستشعرات وتقييمات عينات التربة التي لا حصر لها شيئاً واحداً قبل كل شيء، وهو مدى أهمية ضغط كتل الثلج في الأعلى بمساعدة شركائه ذوي الأرجل الأربعة. It's
الخيول والياك البري والثيران الأمريكية وغزلان الرنة تحفر في الثلوج شتاء للوصول إلى طعامها، وحين تدوس فوق الثلوج عوضا عن أن يظل سمكها مترا تصبح ثلوجا مضغوطة بسمك 10 أو 15 سنتيمترا، أي بدلا من غطاء ثلجي سميك تصبح هناك طبقة رقيقة. تظهر بعض المستشعرات أنه في الأماكن التي لا توجد فيها حيوانات انخفضت درجة حرارة الأرض في مارس إلى 10 درجات تحت الصفر على عمق نصف متر، ولكن في الحديقة حيث تدوس حيواناتنا على الثلج انخفضت درجة الحرارة إلى 24 درجة تحت الصفر. إذن هذا فرق هائل ب14 درجة. هذا سوف يساعد بالتأكيد. الإنسانية تتأرجح بين سيناريو مستقبلي فظيع ومستقبل بالغ الفظاعة. علينا القتال. إنها ليست مسألة تغلب على تغير المناخ أو الاحتباس الحراري، بل النقطة المهمة هي ببساطة إلى أي مدى نحن قادرون على إنقاذ الوجود البشري. صاحب الرؤية الذي خرج من البرد ويريد العودة إليه. قد لا ينجح نيكيتا زيموف أبداً في مهمته لإنقاذ العالم بقطعان ضخمة من الحيوانات، لكن ما حققه بالفعل هو أن عدداً متزايداً من الناس باتوا يدركون الآثار المدمرة لتزايد ذوبان التربة الصقيعية وما ينتج عن ذلك من إطلاق المزيد من غازات الدفيئة. أخذتنا رحلتنا إلى جمهورية ساخا إلى العاصمة ياكوتسك. يستضيف معهد البيئة التطبيقية في الشمال هذه المجموعة من الباحثين من براغ. لقد عادوا لتوهم من فوهة بركان تشكلت في التربة الصقيعية، حيث اكتشفوا عظاماً تنتمي إلى حيوانات منقرضة من عصور ما قبل التاريخ. كان الموقع الذي تم العثور فيه على البقايا المتحجرة يسمى فوهة بركان بتا جايكا، لكن السكان المحليين يطلقون عليه اسم بوابة العالم السفلي. من السهل معرفة السبب. في ستينيات القرن الماضي أزيل جزء صغير من الغابة لإفساح المجال لإنشاء طريق جديد. بدأت التربة الصقيعية تحت الأشجار بالتآكل. في البداية كان عمق الحفرة الناتجة 4 أمتار فقط. في المتوسط يبلغ عمق الفوهة الضخمة ما بين 40 و60 متراً، وفي بعض الأماكن يبلغ عمقها 100 متر. أما هذه فيبلغ طولها 1.5 كيلومتراً وعرضها حوالي 1.1 كيلومتر الآن، لكن من الصعب تحديد مدى اتساعها بالضبط لأنها تتوسع بسرعة كبيرة. قد يصبح هذا النوع من الكوارث شائعاً بشكل متزايد، وليس في المناطق السكنية وحسب، بل في أي مكان في البرية حيث توجد خطوط أنابيب النفط ومنشآت الغاز الطبيعي. قد تتأثر بنيتنا التحتية بالكامل. في سبتمبر عام 2018 قام خبير الأنهار الجليدية ماتياس هوس وفريقه بزيارة أخرى إلى جليشير 3000 السويسري، وقد شجعه على ذلك كميات الثلوج الهائلة في أبريل. ولكن ماذا عن الآن؟ إن حجم التهديد الناجم عن تغير المناخ واضح هنا للعيان إن لم نبذل قصارى جهدنا. فالنهر الجليدي الذي يعبرونه يحتضر، حيث ذاب كل الثلج الذي كان يجب أن يغطيه في غضون صيف واحد فقط. حين كنا هنا في أبريل كان هناك غطاء ثلجي لا يصدق بعمق 5 أمتار. كان الثلج كثيفاً ومضغوطاً. فكر في الأمر وحسب، 5 أمتار من الثلج على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر ذابت خلال فصل الصيف. لم نكن نعتقد أن ذلك ممكن. 5 أمتار من الثلج بالإضافة إلى 1.30 متر من الجليد اختفت كلها. خسارة سريعة ومستمرة.
يشاهد ماتياس هوز أنهاره الجليدية المحبوبة تموت. إنها ليست سوى كارثة.